اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ايجيبشن جيمز وولد، وحلقه جديده من لعبه فروست بورن، اللعبه اللي احنا بنلعبها بقالنا فتره، وعارف ان في ناس كتير طالبه ان احنا نعمل لها فيديوهات، والنهارده عاملين لها فيديو كده صغير عنها. بنفكركم ان الراجل اهو بيقول لكم عايزين 1000 يا جماعه سبسكرايبر، فاي حد مش عامل سبسكرايب على القناه ومش مفعل زرار الجرس يفعله عشان يجيله تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا. نبتدي الفيديو بتاع النهارده. والصراحه السيزون ده انا بالنسبه لي سيزون مضروب، يعني كمية الكتب كتير جدا. يمكن عجبني الانترفيس بتاعها، عجبني الحاجات الشكل بتاع المهمات دلوقتي بقى احسن بكتير. ولكن النهاردة احنا هنتكلم عن هدية هما ادوهالنا بمناسبة عيد ميلاد اللعبة، الكتاب الاحمر اللي هو بتاع الهدية او جيفت اودن، او الهدية بتاعت اودن. الهدية بتاعت اودن دي احنا نقدر نفتح بيها كلاسات جديدة، او نقدر نفتح بيها شخصيات جديدة. طبعا احنا شفنا طريقة التبرع، وهنحط لكم اللينك بتاع التبرع في اخر الفيديو ان شاء الله. احنا يمكن مش فاتحين شخصيات كتير، ولكن لسه فاضل لنا حبة كمان نقدر نفتحهم. في عندنا البندد اهو محتاج 150، والبروتكتور محتاج احنا يمكن تبرعنا 51 نقطة، وفاضل لنا يمكن 249 نقطة. تمام، بنشوف طبعا الخصائص بتاعت كل واحد، وبنشوف ايه اللي احنا عايزين نفتحه قبل ما نروح نتبرع ليه. لان يعني كل واحد على حسب، انت هتفتح شخصية ومش هتلعب بيها يبقى ملهاش لازمة ان انت تفتحها، يبقى تتبرع في شخصية تانية تقدر تلعب بيها احسن. يمكن انا ما عنديش شخصيات من الشخصيات القوية اللي تقدر تعمل دامج، فعايز افتح البروتكتور عشان كده، لان الشخصية اللي عندي من الشخصيات قديمة. يعني عندي شخصية شبه الباندت، عندي شخصية شبه الهنتر، ولكن الشخصية بتاعت البروتكتور من الشخصيات اللي بتضرب بأسلحة يدوية قوية. يعني مثلا عندنا الهانتر بيضرب بأسهم، فأنا عندي الشارب شوتر فممكن أستغنى عنه. عندي السورسر مثلا، فعندي مثلا الأيسو بتاع فاير ميج والأيس ميج ممكن أستغنى عنه دلوقتي، أو مش محتاجه قوي دلوقتي زي ما محتاج. ان طبعا اهو دي الطلقة بتاعت الأيس ميج. فانا اكتر شخصية عايز افتحها دلوقتي الشخصية تبقى بروتكتور. ده الكتاب اهو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو جيفت تقول تمام. احنا خدنا اتنين، بما ان انا كده كده كان مستوايا حاجة وخمسين، فخدت طبعا المية. وناخد بالنا ان كل كتاب بيفتح لي 180 نقطة. فهي الفكرة في ايه بقى؟ ان النقط ما بتتجمعش. بمعنى ايه؟ ودي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها والناس تاخد بالها كويس جدا. ان انا البندل ده مثلا هيكلف 150 تمام، فانا لو حطيت الكتاب هفتحه، ولكن ال 30 نقطة هيروحوا عليا. فناخد بالنا من النقطة دي كويس. هو بيفتح 180 نقطة كل كتاب. لو مثلا واحد بيكلف 300، لو حطيت الكتابين ب 360، ال 60 دول النقطة دول هيروحوا عليا. فناخد بالنا نقدر نستخدم كل كتاب فيه. احنا دلوقتي هنروح نفتح البروتكتور، او هنروح نوريكم ازاي نقدر نستخدم الكتاب في ان احنا نفتح البروتكتور. طبعا في شخصيات تانية كتير، مثلا السورسر ده قوي جدا، ولكن محتاج مثلا 500 نقطة، فانا ممكن استخدم الكتابين اللي معايا واكمل عليه، خصوصا ان انا مكمل بقية المهمات. بالنسبة للمهمات، المهمات دي مهمات عادية، يعني كل الحاجات اللي تحت دول عاديين نقدر نعملهم، سواء بتجميع او بأيا كان اللي هو الطلب فيه نقدر نعمله. ولكن بتفضل النقطة الصعبة ان احنا ننفست اللي هي الميستريز بوينت، او النقط بتاعت ان احنا نقدر نفتح الشخصية نفسها اللي احنا بنروح نعملها. وهنشوف دلوقتي احنا بنعملها ازاي، بنروح نعملها في النيوهايم، ولكن في المقاطعات المشهورة ان شاء الله نوصل كلنا ان احنا نبقى مقاطعات مشهورة. وفي يوم من الايام ان شاء الله هنوصل. احنا كده كده بنلعب فيها، ما بنجريش فيها، بنلعب واحدة واحدة. السيزون ده زي ما قلنا يمكن السيزون مضروب شوية، انا بالنسبة لي مش يعني مش عاجبني قوي تمام. ولكن في ناس تانية مكملة فيه. انا موضوع الكتب نفسه كفكرة حلو، ولكن كتنفيذ الموضوع صعب. فناخد بالنا ان كل واحد طبعا بتعلى مستوى النقط تمام. ومثلا ده طالب ان احنا نوصل ل7000 نقطة عشان نقدر نفتحه. فيعني الموضوع مش سهل. الوتش دكتور طبعا
هايل جدا، ولكن يمكن لسه ما عملناش فيه حاجه لان احنا هو لسه مفتوح، فاحنا المهمات بتاعته لسه ما خلصناهاش. لازم على الاقل نوصل لمستوى 75، وبقيه الحاجات يعني نتعلم مثلا 15 كلاس، نقتل البوس في التوم مره واحده بس، نقتل 30 شخصيه في البورتر بريزون. عشان كده لسه يمكن البورتر بريزون لسه موجود، لان من التحضيرات بتاعه الويتش دكتور. ولكن الويتش دكتور شخصيه قويه جدا، وشفناها في الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب اللي فاتحينه. يمكن انا لسه الاكونت بتاعي لسه غلبان شويه، ولكن عشان احنا برضو ما بنلعبش اللعبه كتير، بنحاول كل فتره كده ننزل فيديو عنها عشان برضو الناس تتاكد ان احنا لسه بنلعب عليها. ولكن هي اللعبه صعبه، اللعبه مش عايزه جري. يمكن في ناس مبتدينها بقالهم اكتر من سنه من ايام البث التجريبي بتاعها كمان، هم كاتبين عليها ان هي لحد دلوقتي لسه ايرلي اكسس، ولكن احنا شفنا عيد ميلادهم والهديه، ويمكن فاضل ساعتين اهو على اخر جوائز عيد الميلاد بتاع اللعبه. ولكن كان في ناس كمان من قبليها بتلعب اللعبه، فطبعا الناس دي معديين شويه في المستوى، وخصوصا كمان طبعا ان هم بيلعبوا كتير. دلوقتي احنا دخلنا المقاطعه ورحنا لمقاطعه من المقاطعات المشهوره. طبعا اسم المقاطعه مكتوب فوق الفين مش عارف ايه. لا المهم ان احنا هنروح على القدر او اللي موجود جوه ده، يعني طبعا احنا شفنا في الفيديو اللي فات، ولكن احنا هنشوف برضو دلوقتي ازاي نقدر نستخدم الكتاب ان احنا نزود النقط بتاعه الميستيريوس بوينت. زي ما انتم شايفين دي الشخصيات اللي انا فاتحها، فاتح 10 شخصيات بس، طبعا الثلاثه الاولانيين دول كده كده بيبقوا مفتوح لنا في الاول اللي احنا بننقي ما بينهم، وبعد كده بنقدر نفتح بقيه الشخصيات دي واحنا ماشيين في الطريق. خلينا هننقي الكلاس، فهننقي البروتكتور. طبعا الحاجات دي بتزود، وزي ما احنا عارفين طبعا كل لما زادت المتانه زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات، وهحط لكم برده اللينك بتاعته. هنا زي ما انتم شايفين كده بمجرد ما حطيت الكتاب وصل ل 180 نقطة، عدى 180 نقطة، فنقدر نزود بقى الحاجات ونقدر نحط بقية مثلا الفاس أو المعول والكلام ده، ونوصل لل 300 نقطة بتوعنا بحيث إن احنا نفتح الشخصية. في حالة إن أنا حطيت الكتابين تمام، هو هيوصل ل 411، فهو فتح البروتكتور ولكن دخل إن هو على البروتكتور 2. احنا دلوقتي عايزين نوصل لمرحله ان احنا بس نفتح الشخصيات، بعد كده نشوف ان احنا نطورها، بدل ما هي بروتكتور 1 يبقى بروتكتور 2 تمام، دي نبقى نشوفها بعدين. فاحسن ان انا استخدم كل كتاب مع شخصيه، او ان انا استخدمه في شخصيه واحده لو هفتح تمام. كده خلاص احنا زودنا طبعا الهات اهي، ونقدر نعمل منها. وطبعا في الفيديو اللي انا هحط لكم اللينك بتاعته وهحطه في اخر اللينك ده، هيبان القصه بتاعت التبرع بالهات. يمكن دي ارخص طريقه للتبرع، كل قبعه او كل هات موجوده بتدينا نقطتين، ولكن هي رخيصه، الحاجات بتاعتها بتتلم بسهوله فنقدر نستخدمها. بالنسبه برضو بان احنا في المقاطعه، فاحنا نروح ناخد اودنز مايت، بنقعد هنا الراجل ده بيقعد يعزف لنا، بنتمزج، بيقعد يدندن لنا، بيجي لنا اودن مايت موجوده فوق اهي تمام. فدي طبعا برضو النقط، او دي هنا انا اقدر اعدل في الخمس خانات بتوعي الموجودين دول، نحط فيهم كلمات على طول او اشكال بقى رأس، او لو هنقول لحد حاجة. طبعا التمثال نفسه اقدر ادوس عليه يوز يفتح لي اللي هي السيكريت جروف، ويمكن كنا شفناها وعملناها في فيديو قبل كده، ولكن طبعا لو انت مش عايزها دلوقتي ما تستخدمهاش، بحيث ان هي بتبقى لمده ساعه بس. بقيه الناس يمكن لو رحت اتكلمت معاهم هيكلموا معاك عادي. في طبعا ده بيتكلم على المقاطعه بتاعته هو، يعني هو بيتكلم على المقاطعه الكبيره بتاعته هو. في نقطة برضو مهمة جدا للناس، الصندوق دي بتاعت التصليح، ولكن بتكلف 50 عملة فضة. لو حد معاه سلاح قوي وخايف يخسره، ومعهوش حد مثلا في التحالف او في العائلة معهوش التصليح تمام، يقدر يحط هناك ويدفع 50 فضة ويقعد 24 ساعة، هيجيله كأنها كانت التصليح عادي. طبعا دي المهمة انا مخلصها عندنا، فلو رحت خلصتها عند الراجل طبعا هنا هو مستوى عنده اعلى، فيقدر يفتح المستويات اللي بعد كده. ولكن برضو الجوائز اللي الراجل بتاع المقاطعة بياخد كمية منها، يعني بياخد جزء من المكسب. هنا ده برضو التاجر، لما باجي اشتري منه حاجة هو برضو بياخد كمية من المكسب بتاع اللي موجود في المقاطعة عنده.
طبعا في حاجات بتبقى كويسه يعني، ده كويسه، ولكن وانا معايا فضه اشتريها، ولكن انا مش محتاجها طبعا. الحصينه للاسف السيزون ده انا ما لعبتش فيه، فما اعرفش اذا كان فيه حصينه ولا لا، يمكن لعبت جمعت حبه ورق كده وما كملتش. فللاسف يعني هنشوف السيزون الجاي بقى، املنا فيه ان هو يبقى كويس. ده كده الفيديو بتاع النهارده كان عن طريقه التبرع بالكتب بتاعه جيفت في اودن او الهديه بتاعه اودن. بنفكركم كده ان احنا عايزين نوصل ل 1000 سبسكرايب، زي ما الراجل بيقول لكم يا جدعان اللي هناك ده اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب. فبنفكركم كده باي حد مش عامل متابعه للقناه او سبسكرايب يدوس عليها، وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيله تنبيه على الفيديوهات الجديده. واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانيه من قناتكم ايجيبشن جيمرز وورلد.